إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة دستورية مستقلة تعنى بحماية وترقية حقوق الإنسان نظمت قبل أسابيع قليلة قافلة حقوقية جابت معظم ولايات الوطن واطلعت على الوضعية الحقوقية في القرى والأرياف وكبريات المدن ما مكنها من استحداث قاعدة بيانات مدققة ومنقحة يتم تحيينها باستمرار وتتم متابعتها يوميا مع الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه بغية الولوج إلى الخدمات الضرورية التي تعتبر حقوقا أساسيا لا يمكن إهمالها تحت أي ظروف.